اللي رجع المصري على الطريق مره اخرى بهدفين مقابل لا شيء، وبيراميدز الحقيقه فاز ايضا على سموحه برباعيه مقابل لا شيء. بالمناسبه واحنا بنتكلم على بيراميدز هنا في النادي الاهلي بنتكلم عادي يعني ما عندناش مشكله. بيراميدز من ينكر الحاله القويه جدا لهذا الفريق يبقى الحقيقه ما يعرفش يتكلم من الناحيه الفنيه. فريق بيراميدز واحد من افضل الفرق اللي موجوده في الدوري، فريق بيراميدز عامل حاله في الدوري المصري وده 100% مؤكد وده 100% بنتكلم عنه وما ينفعش نقول حاجه غير كده. فريق بيراميدز فريق قوي جدا، عامل مباراه امبارح رائعه ضد سموحه، وقبل كده كان عامل مباراه جيده قدام الزمالك، قبل كده كان عامل مباراه جيده امام النادي الاهلي، ولكن زي ما انا قلت لكم قبل كده النادي الاهلي مختلف، النادي الاهلي في حته تانية. النادي الاهلي ده تاريخ، تاريخ يعني. دايما لما انا بشبه الموضوع ده بحاجه مهمه جدا جدا جدا، النادي الاهلي ده لما تيجي تتكلم عن مصر مثلا بتتكلم عن الاهرامات، بتتكلم عن ما هو الصين عملت اهرامات، هي مش الصين عملت اهرامات؟ الصين عملت عملت ثلاث اهرامات كده وابو الهول وبتاع، عارفين ايه اللي حصل؟ الناس راحت للاهرامات بتاعه الصين دي مرتين ثلاثه، راحوا شويه اول سنه اول سنتين وبعد كده ما بقاش حد يعرف، لان التاريخ وعبق التاريخ والحاضر والمستقبل وكل حاجه موجوده هنا في مصر في الاهرامات بتاعه مصر. فنادي الاهلي الانديه الكبيره، نادي الانديه الكبيره دي هي كده، هي ده هو ده التاريخ، مهما حصل مهما حصل يظل دائما النادي الاهلي هو الاساس في كل شيء، الاكثر بطولات والاكثر. ومش بقول كده، انا بقول كده بالارقام يا جماعه. انا قاعد هنا ساعات بنتقد اداء النادي الاهلي على فكره، وانا قاعد هنا اداء اللاعبين يعني في النادي الاهلي، وقدام سيمبا تحديدا قلنا كده هنا في قناه النادي الاهلي. كابتن سمير عثمان حكمنا الدولي قال ان مباراه ان كره رمضان صبحي في ماتش وادي دجله فاول على رمضان صبحي قبل ما تكون ضربه جزاء، وجهه نظره كده، ما عندناش اي مشكله بالمناسبه. ولكن لما بنيجي نتكلم دايما بنتكلم بارقام، بنتكلم بحقائق، مش بنتكلم كلام كده وخلاص، لا. فعشان كده لما ببقى قاعد ببقى مبسوط الحقيقه وانا قاعد بتكلم مع حضراتكم. عارفين ليه؟ لان لما بتكلم بقول ان انا عندي 40 دوري، بقول ان انا عندي كام و30 كاس، انا بقول ان لان دي الحقيقه. مين اقرب حد لينا؟ نادي الزمالك. نادي الزمالك بعيد يعني، نادي الزمالك 12 دوري. وعشان كده انا بقول لحضراتكم هناك فارق كبير جدا 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 ما بين النادي الاهلي واي نادي تاني. زي ما قلت لكم الصين عملت اهرامات، الصين عملت اهرامات، لكن تظل العراقه والتاريخ وكل حاجه في اهرامات الجيزه. هنا ناس بتيجي من اخر العالم عشان تتفرج على اهرامات الجيزه، هي دي الحقيقه، لان هي دي الحقيقيه، هي هو ده الواقع. فعشان كده انا بقول لحضراتكم احنا داخلين على فترات صعبه في كره القدم، بتكلم من الناحيه الفنيه يعني في كره القدم داخلين على فترات صعبه، عندنا تعب كتير جدا للاعبين، وده ليس مبرر لاي شيء، ليس مبرر لاي شيء، ولكنها حقيقه ملموسه بالفعل. يعني تخيلوا حضراتكم ان المدير الفني كريستيان جروس بعد مباراه نادي الزمالك الاخيره وتعادله مع نصر حسين داي قال ايه؟ اول حاجه قالها ايه؟ او من الحاجات اللي قالها ايه؟ قال لك ان اللعيبه مجهده. ماشي، فما بالك بقى بالنادي الاهلي؟ هي حقيقه ملموسه، هي حقيقة ملموسة ان النادي الاهلي عنده اجهاد، عنده اجهاد، عنده تعب، عنده تعب، عنده اصابات، عنده اصابات، ولكنها ليست مبرر لاداء سيء، او قد تساعد في كذا او كذا او كذا، ولكنها ليست مبرر لهزيمة او اداء سيء او كذا او كذا. تخيلوا حضراتكم لو كل المصابين دول موجودين، تخيلوا حضراتكم لو المباراة دي بتتلعب كل اسبوع مباراة زي ما كان بيحصل في الاول، هل كان هيبقى النادي الاهلي بهذا الشكل؟ خلينا نفكر بمنطق وبعقل، هل كان هيبقى النادي الاهلي بهذا الشكل؟ اطلاقا. لانه انت عندك 25 28 30 لاعب، ال 30 احسن من بعض، بسم الله ما شاء الله يعني. لو المصابين موجودين بقى واللعيبه دي واخده راحتها وبتاخد الاستشفاء بتاعها وبتتمرن تمرين كويس وبتعمل تمرين كويس وبتعمل كرات ثابته كتير وبتتعود على جمل معينه وكذا وكذا خلال الاسبوع، ما احنا كنا دايما حياتنا كده. كل لعيبه الكوره كانت حياتهم ايه؟ ان انا بلعب مثلا ماتش يوم الجمعه وماتش يوم الجمعه اللي بعده.
فطول الاسبوع بعمل ايه؟ بتمرن تمرينه خفيفه وبعمل استشفاء كويس وبتمرن تمرينه تكتيك وتمرينه لياقه بدنيه، كل حاجه بتتمرنها خلال الاسبوع. في مقابل ايه بقى؟ ان كل المنافسين مريحين. كل المنافسين اللي بينافسوا النادي الاهلي في الدوري المصري المحلي مريحين. يعني انا كنت بتفرج على ملك وكتاب من كام يوم بيقول لك ان هم النادي الاهلي لعب مش عارف كام و50 مباراه وبقيه الانديه لعبه الاثنين لاعبين مع بعض الزمالك وبيراميدز الانديه المنافسه لاعبين مع بعض حاجه و50 زي الاهلي. واحد لعب 32 واحد لعب 22 تقريبا يعني. وبالتالي دي حقائق ملموسة يا جماعة، كل اللي حضراتكم بتشوفوه دي اللي أنا بتكلم عنها دي حقائق حاجة حقيقية، إن اللعيبة بتبقى تعبانة وزي ما أنا قلت لكم قبل كده، قلت لكم إن اللعيبة بتتأثر بالحر، بتتأثر بالحر، بس اللعيبة رايحة عارفة إن الجو حر، اللعيبة مش رايحة عارفة إن هي رايحة تلعب في أوروبا مثلا، والجو درجة الحرارة 17 18، اللعيبة مش رايحة تلعب وعارفة إن الرطوبة كويسة، لا عارفة إن الرطوبة صعبة. بتؤثر بتؤثر، ولكن خبرة بقى اللعيبة ومستوى أداء اللعيبة والجهاز الفني هو اللي بيتغلب على مثل هذه الأمور. تقلقوش، نادي الأهلي ماشي في طريقه، هنكمل، هنفضل واقفين ورا الفريق، فريق كرة القدم والسلة والطايرة وكل الفرق، بس هنا بنتكلم في كرة القدم، هنفضل ماشيين ورا فريق كرة القدم. عندما يتخذ مجلس إدارة أي قرار، مش بتكلم على اللي بيحصل دلوقتي، ولكن أنا أي قرار بنبقى واقفين في ظهره وبنساند مجلس إدارتنا، علشان هو ده المجلس المخول باتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات اللي هو بيختارها أو شايفها تحفظ حقوق النادي الأهلي وكل ما يخص النادي الأهلي. لازم نقف خلف مع بعض خلال هذه الأيام، ودايما نحط عائلة النادي الأهلي دي تبقى هي الأساس اللي احنا بنمشي عليه. دايما النادي الأهلي تاريخ، وزي ما قلت لكم هناك فارق ما بين أهرامات الجيزة وأهرامات الصين. أهرامات الجيزة دي نادي الأهلي، أهرامات الصين دي بقية الحاجات. فرق كبير قوي 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 مهما حصل، ولو إيه اللي حصل خلال الكام سنه اللي جايه دول، تظل اهرامات الجيزه دي قالوا عليها، قالوا حواليها ايه؟ عشوائيات ومش عارف ايه، وبقى شكلها كذا وشكلها كذا وشكلها كذا، ولكن في النهايه تظل هي اهرامات الجيزه. الناس كلها بتجي لها من كل انحاء العالم عشان تتفرج عليها. فعشان كده بقول لحضراتكم هو ده النادي الاهلي، ده عبق التاريخ اللي انا بتكلم عنه. هو ده التاريخ، والقادم والصفقات اللي حصلت والفلوس اللي اتدفعت دي عشان اللي جاي. خدوا بال عشان الوقت اللي احنا فيه ده وعشان اللي جاي. خدوا بالكوا، خدوا بالكوا، خدوا بالكوا. اولا اللي ملوش تاريخ ملوش حاضر، عشان تبقوا عارفين بس. خدوا بالكوا الصفقات اللي بتتعمل دي، وحسين الشحات عنده كام سنه؟ هو جونيور اجاي لما مدوا العقد بتاعه سنتين كمان بقى عنده كام سنه؟ هو وليد ازارو عنده كام سنه؟ هو ياسر ابراهيم عنده كام سنه؟ هو بقيه اللاعبين اللي جابهم محمود وحيد وكذا وكذا وكذا، حمدي كل الناس دي عندها كام سنه؟ هتلاقيهم 24 25 باستثناء يمكن علي، هو اللي اكبر واحد فيهم عنده 28 29 على ما اعتقد يعني، علي معلول. فكل حاجه بتتعمل بشكل ممنهج ومظبوط، بشكل مؤسسي. وده دايما اللي انا بتكلم عنه. النهارده اللي عايز اوصله لحضراتكم ان هناك فارق ما بين شغل المؤسسات والشغل الفردي، ده اهم حاجه، وهناك فارق كبير ما بين، او ما فيش فرق الحقيقه، ما بين اهرامات الجيزه واهرامات الصين. ما فيش فرق، صدقوني ما فيش فرق. مهما حصل تظل دائما الاهرامات الجيزه دي هي الاساس في كل شيء. طيب،